الجزائري فتح لما جات الهبه الشعبيه، سميها الهبه الشعبيه، وان شاء الله تتحول الى ثوره 22 فبراير. الشعب لما سمع للناس اللي كانت عنده فيهم نوع من الثقه، كيما ماتر بوشاشي، كيما كريم طابو، كيما بومالا، بون بالعربي هذاك دا جديد، حاجه جديده دخل في زاويه ولا لنا ايكون. سمح لهاد الناس، سمح لزبيده عسول، سمح الجلالي، هاد الناس كامل خانوه. الشعب فهم بلي هاد الناس خوانا، خانوه. علاش؟ لانهم غير حاملين لمشروع، حاملين لمصالح شخصيه، بكل كيما راهم حاملين لمصالح شخصيه. واللي عنده اثبات عكس ذلك يجيبه مرحبا به، سيلوي كي لا بروف كونترير كي لا رامين. اون فاس اكسكوزي اون بري دو سون جون دو سيون لا. اون اي با بريتونسيو. هادو حاملين لاهداف شخصيه، لانه واحد مش حارف حامل لاهداف شخصيه، محال يقول للشعب ما تخرجش ممثلين، محال يقول للشعب يتنحاو كاع بصح بلا ما دير والو نتايا، ابقى اخرج للطريق، محال، هذا هبال. لما قلنا لهم بلاد ميكي، كاين واحد يعاود بلاد ميكي، ايفيكتيفمون دوك ولات بلاد ميكي، حاشاه ميكي، ميكي الى تريز اورغانيزي، ديزني سي ان امبير لا ما على بالكمش. ما تجيش تضربوا المثال بميكي، سميوه بحاجه اخرى، لانه ديزني سي ان امبير. لو رويوم ديزني سي ان امبير فينونسيي ماتنون، اي دون دومين دو توريزم، اي دو لا كوميونيكاسيون، اي ميم دو لا بوبليسيتي، اي ميم دون لي ميديا. دونك فو با دير بلاد ميكي، سا سي غلطه. مي ناخذوها على اساس المثال الشعبي. دونك سي جون لا، الشعب تبع الناس هادو، بانوا له هاد الناس واقعيين، هاد الناس انتهازيين حاملين لمصالح شخصيه، لانه خذ راي اللي يبكيك وما تاخذش خير راي اللي يضحكك. الجزائر عايشه ازمه في كل المجالات. عندنا حرب نقوم بها في كل المجالات، ضد الجهل، ضد الاميه، حرب في التعليم، حرب في الصحه، في الزراعه، في الصناعه، في التطور، في الحمايه، في الحدود، في الامن القومي، في الامن الدولي، في الامن المنطقي. يعني حرب متعدده المجالات. هاي الحقيقه. ناس يقولوا عنيف وكذا ويسب، الله غالب، باسكو لما نشوفوا الاوضاع الحاليه ونشوفوا وين راح توصل، كيما كان عندنا من الحق، الحق من قبل واش قلنا لكم وصلتوا ليه، كيما على بالنا ابري واش راح يوصل. يقول لك واحد ولا يعلم الغيب، وي ولا يعلم الغيب الا الله، لكن هذا ماشي غيب، لانه هذا علم، علم تاريخ وعلم مجتمعاتي وعلم سياسي حقيقي. وين هي الاصوات درك سيدي؟ وين هما يتنحاو كاع وهازين الميكروات ويعيطوا في وسط الحراك؟ وين هما درك؟ نهار قلنا لهم باللي محال تكون كاينه قياده سياسيه او حركه سياسيه داخل الوطن. قال لك اولويه الداخل على الخارج، عبان ما قالهاش هكذا، قالها على حكايه اخرى ما عندهاش علاقه. على عبان هضرها على لوجيستيك اي لو فينونسمون، il faut que l'intérieur reçoive plus de financement et logistique que l'extérieur، باسكو الثوره كانت قاعده تتخنق في الداخل من ضعف الامكانيات. ويجيو ناس يهضروا. ونزيد نقولها للشعب الجزائري، الا من رحم ربي، اكسبسيون فات، المعرب زين كاع، اجماعه ما فاهمين فيها بولون وما يصلحوا لوالو، بان نجيبوها من الاخر. بكوا الحبسوا في ابو العتاهيه وابو العلاء المعري وفرينا، ربنا ولك الحمد، الله غالب. هذا هو تطور الحضارات، هذا هو السلسل الحضاري. هاد الناس اللي مازال تقرا في الكتب بلي الورق تاعهم صفر، غير ينساو ونساو انكم تتبعوهم. كذلك الاصوات تاع اصحاب حي الله الاحرار والعبارات، ولات عندنا حاجه يقولوا لها ام وليد وام كذا وام كذا وام كذا. احنا منين؟ يعني احنا ما عندناش شخصيه خلاص؟ ايوه، ما عندناش حضاره، ما عندناش ثقافه، ما عندنا والو، عندنا نستنبطوا من اقوام اخرين خاطيننا وخاطينهم. فكروا شويه، فكروا، حركوا دماغيكم، بوجي لي ميناج ان بو، فكروا شويه. شكون هادو اللي حنا نديو التعابير نتاعهم ونستعملوا الكلمات نتاعهم ونتيز لور مو اي لور تروك؟ شكون هادو؟ مدام تو 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 C'est comme si. On nous efface au final. Eh ben, Anna, Amaziri, ou Manhadar Shkabeliya, ou Manhadar Shawiya, ou Manhadar Derjantana, ou Manhadar Français, ou Manhadar Lugal Arabiya, ou Fusha, Bita Makun, Bussah Amaziri Hur, Jazairi, Ifriqi, Shamali.
ورافض تماما للثقافة العربية جملة وتفصيلا. ما نخلطوش بين الثقافة العربية والإسلام، لأنه كون جا الإسلام هو اللي فيه العيب، ماشي الكازاخستان ولا ماليزي ولا اندونيزي والتطاريستان كاع متطورين والدول اللي تهضر العربية كاع متخلفة. تبعوا في شرابين بول البعير، هنطبعوا مع إسرائيل. وقطر وتركيا مطبعين مع إسرائيل من بكري، تركيا اللي تبعوا فيها مطبعة مع إسرائيل من بكري. وهذا نداء للإسلامويين صحاب راشاد وزيتوتي كومباني وهذوك لي ساتيليت اللي يدوروا بهم. بيان سور ما نهضرش على هذاك الجدارمي وحمار دي زاد هذوك، هذوك كنا نهضر عليهم ديجا. جيم سونتير جاني جو بار دو جون بليز او موان عندهم سارتان نيفو. تركيا مطبعه مع اسرائيل، دونك قطر مطبعه، دونك الامارات مطبعه، مادام الامارات طبعت دونك دول الخليج طبعت، دونك كاع مطبعين. وانتم تتبعوا في المطبعين، يا المطبعين. سيتو اي جو فوا اون كيستيون، واحد قال لي واش قاعد تشرب؟ نشرب واش نشرب انا ما عندهم ما دخلك. كوكا قهوه ايس كوفي سي مون بروبليم. خمم واش تشرب انت، انا كنشرب في الرحش. تحوش عليا انا نشرب. اباوي لي جون لي جون دركو ولا الشعب يدخل روحو في كلشي، تولى بحدبتك وعرورتك. صافي سكون ابيل نايس كوفي، ما تعرفوش انت عالم مكمل تو سامبلومون، باسكو السؤال تاعك يعني حاجه اخرى، دونك انت المكمل ما تعرفش واش هي هذا. تفضلي يا مدام. سير حنايا شكون في طاليان بوبجيمون كيسكي باس ان بو دون الموند. Parce que, bon, on a vu hier le traité de paix entre Israël et les Arabes, on va dire. Mais qu'est-ce qui se passe aussi en Biélorussie, monsieur Rahmani? شوفي نبداو بار حكايه الامارات واسرائيل. قلنا تركيا مثلا مطبعه مع اسرائيل، عندها سفاره، عندها معاملات، يبيعوا بعضهم الاسلحه، يطوروا مع بعض التكنولوجيات اكسترا. قطر كيف كيف، الامارات لحقت امارات من ضمن المنظومه الخليجيه، معناتها المنظومه الخليجيه كل طبعت مع اسرائيل. هذا امر خاص بطريق الصحراء وعقليتهم والدبلوماسيه تاعهم، وما يهمني في حتى امر. هذا ماشي مشكلتي، انا شمال افريقيا، انا امازيغي، انا جزائري، انا مسلم شخصيا حريتي، لكن نقبل كل الديانات ما عندي حتى اشكال. المهم عندي الجزائريه، صافا دير لا ناسيون الجيري كي ني با ريليجيوز، سي اون ناسيون اوتور دو فالور يونيفرسال، يعني امه حول كيما نقولوا حنايا مبادئ عالميه. دونك هذيك واش يديروا الاخرين ما يهمنيش، يطبعوا معاها مع البوركينا فاسو سي لور بروبليم.